هنبتدي أخبارنا الرياضية مع منتخب مصر للناشئين اللي حقق فوزه امبارح على المنتخب السعودي بنتيجة 3-0 في أول مواجهات كاس العرب للناشئين اللي بتتلعب في الجزائر. سجل أهداف منتخب مصر إبراهيم عادل وعمر حمدين وأيمن عبد العزيز. المسؤولين في نادي طلائع الجيش أعلنوا إتمام استعارة محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي لمدة موسم استعداداً للموسم الجديد، ووقع اللاعب على عقد الإعارة وهينتظم في تدريبات الفريق خلال الفترات اللي جاية. ومنتخب مصر لشباب كرة اليد فاز على منتخب الجزائر بنتيجة 39-27 في ثالث لقاءاته في ختام الدور الأول من بطولة إفريقيا اللي بتتلعب في رواندا، وهتستمر البطولة لحد يوم 29 أغسطس. بالنتيجة دي منتخبنا نجح في التأهل لنصف نهائي المنافسة الإفريقية وكمان اتأهل لبطولة العالم 2023. فريق ترابزون التركي ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بعد ما تعادل 0-0 مع فريق كوبنهاجن الدنماركي في المباراة اللي جمعتهم على ملعب شينول جونيش في لقاء العودة من الدور المؤهل لمرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. شارك تريزيجي كبديل مع ترابزون في الدقيقة 66 من اللقاء بعد دخوله بدل زميله عبد القادر عمر. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر. إليكم.